رفعت الراية الدفاعية لمهرات المبتدئ الباحث عن الانتصار الأول من خلال مسافة السرعة مسافة 1200 متر. اندفاع في المنتصف عسافة مع قدوم مبيات الآن إلى الصدارة برفقة ومحاولات من بقية الأسماء العيون عز أيضا التي تحاول النهوض الآن في الصدارة برفقة أبيات وكذلك محاولات زايمة للقدوم وكذلك أيضا مسمية أيضا من الخارج تصل إلى المرتبة الثالثة مع هاجرة التي تأتي إلى المرتبة الثالثة فيما أبيات في الصدارة بطول وربع الطول مطاردة من قبل عيون عز في المركز الثاني. شيبانية تبدأ الظهور الآن في المرتبة الثالثة شيبانية مع مسمية من الخارج فيما أبيات في الصدارة في المركز الأول لعيون عز مطاردة في المركز الثاني. شيبانية استحداث للقدوم مع عبد العزيز محمد الموسى هنا 400 متر الفاصلة برنسيس كود استحداث من راموس أيضا للقدوم هنا التنافس يشتد أكثر لحسم صدارة هذا الشوط. تعود لعيون عز لانتزاع الصدارة بالفعل تتقدم إلى الصدارة والمركز الأول ابنة هاينزفيلد تتقدم إلى المركز الأول مسمية تبدأ التسمية الآن بالدخول والمباغتة تأتي مسمية للاندفاع الآن التنافس يجدد عيون عز تحافظ مسمية تأتي مع محاولات مباغتة عسافة أيضا وقدوم ومحاولات أيضا من دول من هنا الصراع إلى لعيون عز ينتهي. إذا سيداتي سادتي لعيون عز تحقق الانتصار الأول في سجلها السباقي مع المشاركة الرسمية الثانية بعد أن ظهرت في مشاركتها الأولى تعود بقيادة علي الميموني لتقدم نفسها بشكل رائع وجميل.